كفاية نوم يا خم نوم، اصحى يا حيوان. هذا ديتا صباح مع الصبح. صباح الخير تيتا. ايه المنظر زي الزفت على الصبح ده؟ طبعا انا سبتكوا تناموا لغايه الساعه 9:30 لان النهارده صباحيتكم، بعد كده الصحيان الساعه 6 صباحا، فاهم؟ الله يبارك لك كتيتا، الله يبارك لك. 6 الصبح عصب الانسان يزبط. اسكتي يا ابو. بصي ايه تيتا، ممكن يعني اقتراح يعني اليومين دول نفكها شويه عشان احنا في شهر عسل. شهر عسل ايه يا رؤوف؟ ده هو يا دوبك اسبوع اللي عرفت ناخده اجازه من الشغل. فيا ريت بقى لو تيتا الجميله تسيبنا ننام الاسبوع ده براحتنا. قلتي ايه؟ الظاهر انكم فاهمين غلط. مش معنى شهر عسل او اسبوع عسل انكم تفضلوا مرنخين في السرير ليل ونهار. تعرف انا وجدك لفينا التراك 5 مرات يوم الصباحيه. اكيد كان في بطوله اوراق مهمه يعني، اصل غير كده مش منطقي يا تيتا. اسمعوا بقى، ما دام هنعيش مع بعض في قوانين في البيت ده لازم تعرفوها. تحت امرك. مصروف البيت هيبقى في ايدي وانتوا هتدفعوا الضعف، لان انا واحد وانتوا 2. العدل والحق ما يزعلش حد بصراحه. الله ينور عليك يا تيتا. قولوا لي بقى ناويين تقضوا يومكم فين؟ هنتغدى بقى وندخل سينما. ما تيجي يا تيتا معانا السينما؟ يا ريت يا تيتا تيجي معانا، الا لو انت عايزه تقيلي. اقيل؟ امسك، حجز لكم تذكرتين مسرح، حاجه تنور العقل وتجلي الروح. ربنا يخليك يا تيتا يا ام الحنيه. يا مسرحيه ايه تيتا دي؟ مسرحيه عالميه في مسرح الغرفه. مسرح ايه تيتا؟ غرفه. ادفعوا بقى. كم؟ يلا يا حونا بقى، يا حونا. يا عيني والله ما في حنيتها ماما، والله. منوة حلوة؟ بلا حلوة بلا زفت يا رؤوف. ايه مسرح الغرفة ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ماما؟ شنكلني. انت تقفونا، احنا لسه داخلين. ايه ده؟ لما رجلك يا استاذ. كويسة؟ مساء الخير. اليوم، اليوم سوف أعدم. اليوم هو نهاية الحياة بالنسبة لي. كل أهل القرية فرحون مهللون لموتي، حتى أعز أصدقائي يهلل معهم. لماذا يا صديقي؟ لماذا؟ ربنا ما اعرف حضرتك، انا اول مره هنا. هو اللي بيسالني بيقول لي لماذا لازم ارد. الموت يحاصرني، اشم رائحته في كل مكان، اريد الماء، لم يعطوني الماء منذ اكثر من يومين. اسود معاك ميه؟ اريد الماء. اتفضل حضرتك. ميه ايه يا استاذ؟ ميه ايه؟ سيب الراجل يعيش ويندمج كده، انت هتكسر الايحاء النسبي بتاعه. المسرحيه بدات؟ ايوه. ما هوش عرفني لماذا كل هذا العذاب؟ لماذا؟ بقول لحضرتك ايه؟ هو لو الواحد خرج عادي ولا فيها مسؤوليه؟ عادي. امشي امشي ما تزقش. امشي محترم. لماذا؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا؟ لماذا؟ برافو برافو. لو تقاومت ده انت طلعتي لهلوبه في وقص. انتوا رجعتوا؟ ايه اللي اخركم لغايه دلوقتي؟ المسرحيه بتخلص الساعه 12. اصل بعد المسرحيه تعشينا بر. يعني غدا وعشا بره. الظاهر انتوا ما فهمتوش التعليمات اللي انا عاملاها. الكلاب فهمت
وانتوا ما فهمتوش. دي ما بقتش عيشه دي. ايه يا منار هتتخانق معاها ولا ايه؟ خلي بالك ممكن تساب عليك الكلاب دي ما عندهاش شخمه. اسمع قبل النوم تغسلوا سنانكو كويس. حاضر. ورجليكو. والهدوم اللي تقلعوها تعلقوها. اكيد هقلقها نعميها في الشارع. حاضر. يلا غوروا من قدامي. حاضر. لا ما فيش حاجه. ما خلاص يا تيتا في نكت تاني تحب اطلعها دلوقتي؟ غور يا واد. حاضر حاضر. انا عماله سايسها وهودها لكن خلاص مش قادر. انا خايفه الست دي تجيب اخري ولو انفجرت فيها يا رؤوف قسما بالله ما هعمل اعتبار لحد. يا مناه يا مناه اهدي شويه يا مناه مش كده اعصابك. لغايه انت يا رؤوف؟ ماشي ماشي يعني لحد ما ربنا يفرجها بقى هنعمل ايه طيب؟ وبعدين ما احنا تمام الحمد لله خرجنا واتفسحنا هو قصنا. ده انت طلعتي لهلوبه في رقص. بس بقى يا رؤوف مفيش حته رقص كده غوفه. رقص صغير رقص صغير. سيبني بقى يا رؤوف عشان انا بجد متضايقه. بتسمعوه ده؟ جاتكوا خيبة في ودانكم. اسمع على خير يا منى نشوفك الصبح. على الله بقى يا تيتا اكلي يعجبك. يا بنتي ده كفايه وريحه. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل؟ في ايه تيتا؟ يعني حضرتك عارفه ان احنا عرسان وعايزين نتغذى يعني. الواحد يعمل صنف اتنين. ما تقلقيش يا تيتا ما تقلقيش الاكل ده كله بابا مصروف البيت اللي انا بدهولك. انت فاكرني اهبل انت خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكو. بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده. من هنا ورايح مرتباتكو في ايدي وانا اللي هديكوا المصروف. ايوه بس ايوه منو منو معلش تيتا فين بصراحه ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منو. انا عايزة الاكل ده كله يخلص وعلى الله يترمي منه حاجة. ما تحش يا اخويا حش. ايه فجأة فجأة كده النكت كده وخان غاب ده انا هشنك. وهوب انا من اواكل. اتفضلي عين العقل يا رويهان. هم موكليني اقبض ماهيتهم حتى اسألهم. اسألهم ده ايه؟ كلامك مصدق عندي 100% يا فندم. بس هم عملوا ايه؟ تاخروا عليكي في الجمعيه ولا حاجه؟ يا ريت بيعرفوا يحوشوا ولا يعملوا جمعيات. دول مبذرين علشان كده انا همسك الميزانيه. انا كنت عايز حضرتك في موضوع كده يعني. صباح الخير يا فندم. ايه يا اهلا ازيك يا تيتا صباح الخير عامله ايه؟ خير ايه اللي جابك هنا عشان شغلك؟ ايه يا مروان في ايه؟ مفيش يا فندم انا بس كنت جاي افكر حضرتك بموضوع السلفه اللي انا كنت مكلم فيها سعادتك يعني. ماشي ماشي. وعايز سلفه ليه؟ صحيح انت عايز سلفه ليه؟ هقول لحضرتك يا فندم. هو الحكايه كلها بس انه كان في محطه اذاعيه هيفتح.